بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شروحات مدونة ثورة اللينكس. اليوم إن شاء الله معنا شرح لتوزيعة رائعة، هي توزيعة خاصة بالاختراق أو توزيعة ما يعرف توزيعة أمنية. وظيفة هذه التوزيعة هي اختبار الاختراق واختبار الأمن، توزيعة رائعة. لكن الشيء المفرح في هذا الموضوع انه هذه التوزيعة هي من اصدار في دورة، والكل يعرف معنى مجتمع في دورة، لانه كل ما يصدر عن في دورة هو شيء يعني قيم، وبرمجته وتطويره بيكون باساليب علمية وموثوقة فيها. نشوف الموقع، هذه مدونة ثورة اللينكس، مدونتنا هذه فيها كل ما تحتاجه إن شاء الله من شروحات وبرامج اللينكس. أيضا هذا موقع آخر لنا عن اللينكس. نشوف الآن، مثلا دخلت هذا موقع في دورة عشان توصل للتوزيعة اللي هي في دورة سكورتي لاب، تمام. نجي أسفلنا، عندك لابات في دورة، هذه هي سكوريتي لاب، نضغط عليها. هذه بعض التطبيقات، لأنه فيها مجموعة كبيرة من التطبيقات، هذه بعض من التطبيقات، فمعطيك عينة فقط. عشان ننزل ملف العايز نضغط على داونلود. طبعا حجم التوزيع هو 1.1 جيجا بايت اي سي. طبعا النسخة 64 بت، هذه هي في دورة 25 سكوريتي لاب. ممكن داونلودينج هنا، الانستليشن يعني انستول، كيف الطريقة اليوزين اصلا، يعني في ارشادات فيها، فقط تضغط علينا وتبدا تحمل التوزيع ملف الايزو. الان نحن هننصب التوزيع. طبعا التوزيعات الامنيه لا ينصح انه تستعمل كنظام اساسي، لانه هي توزيعه خاصه بالامن، وفيها اشياء كثيره تختلف عن التوزيعات العاديه. الان عندنا جديد، نعمل جهاز وهمي جديد في دورة، اختار ملف الايزو، هذا هو ملف الايزو في دورة سكورتي لاب 64 بت اوبن. هنا ايضا نختار لينكس في دورة، خلاص اوكي ما في مشكلة 24. طبعا اذا عندك رام اعطيها رام عشان ترتاح في الشغل. أعطيتها أنا 5 جيجا عندي، أعطيها زيادة. الأوس تايب عندك في دورة 24 هي 25 طبعا لوكال. بعدين الميموري 5 جيجا، السي بي يو 2، خلينا نشوف السي بي يو، اللي أعطيها 3 سي بي يو. عندك مساحة الهارد ديسك 30 جيجا، أوكي كذا كذا تمام. هذه هي توزيعات في دورة. نقلع الآن، نضغط على حرف S Enter. الآن عندك هنا لايف سيستم يوزر، فقط تضغط على لوج ان، يعني ما عندك باسورد او اي حاجة، فقط تضغط على اللوج ان، لانه هنستعرض التوزيع الآن لايف في البداية.
هذه هي التوزيع الآن. شوفوا الابليكيشن ما شاء الله تبارك الله، التوزيع فيه أشياء جميلة جدا. TCV أوكي. لا هذه أدوات سكورتي لاب، يعني مجموعة ضخمة جدا تغطي جميع مجال الاختبارات الأمنية في النظام المعلوماتية في الانترنت وفي كل الشبكات والسيرفرات وكل شيء. هذه أيضا السيستم كلها. طيب مثلا إذا حبينا ننصب التوزيع فقط تضغط على انستولر. زي ما قلت لكم يعني التوزيعات الأمنية من غير المستحب انك تستعمل التوزيع كنظام اساسي تثبته على جهازك وتستعمله كنظام اساسي لانه خطر جدا. الان نشوف مع بعض تنصيب التوزيع. ننزل نختار انجليزي اوكي، ثم نعمل كونتينيو تايم السعودية الرياض اوكي. دان عندنا نتورك هوست، فلازم تسميها اسم عشان مميز عشان تعرفه في الشبكة. طبعا انا عندي فيدورا هناك فهسميها فيدورا لان 2 ابلاي. لاحظ الاسم هنا خلاص اتخيل هذا الهوست نيم الان. دان بارتيشن فقط تضغط هنا وتضغط مره اخرى لين تجيك العلامه الدائره هذه في الوسط تخلي اوتوماتيكلي. اذا كنت حاب انك تعمل تقسيم يدوي فتيجي هنا، لكن خليها احنا حنخلي الجهاز النظام يعمل التقسيم الخاصه به. ثم دان انتظر الان اوكي تمام. نضغط الان تحط اليوزر اشير هنا عشان اعطي صلاحيات السودو لليوزر. اوكي كذا خلصنا. دان الان الباسورد الخاص بالروت كذا فقط، ننتظر حتى ينتهي التنصيب. نشوف اوقف التسجيل قليل لين ينتهي التنصيب. الان مثل ما احنا شايفين انتهينا من التنصيب. نضغط هنا الان نعمل اعادة تشغيل. ريستارت نكتب الباسورد الخاص بنا. XFCE الواجهة نعم. Use default. يا سلام. نشوف
هذه أدوات الاختبار أو الاختراق عندك كود أناليزز موجود، أدوات كثيرة جدا موجودة وأدوات محترمة يعني أدوات كلها برمجيات حرة مفتوحة المصدر، ممكن أيضا تستعملها وممكن أيضا تعدل عليها على حسب احتياجاتك. لاحظوا يعني مجموعة خرافية. هذه مجموعة SSL كلها TCP SMTP Network Traffic Recorder. جميل جميل. Password tools, web application testing and wireless. يعني عندك تطبيقات حقت الوايرلس، عندك تطبيقات الويب، عندك تطبيقات استرجاع الملفات، عندك تطبيقات الحصول على الباسورد، عفوا الحصول على الباسورد، يعني في اشياء تطبيقات كثيرة وفي دورة صراحة مجتمع او توزيع يعني توزيع عالية الجودة دائما جميع اصداراتها كذا. الان نشوف اشوف الانترنت ايش عندهم. ايميل كلينت اوكي، عندهم فاير اوكس تي سي بي بروتوكول تيست، كل شيء موجود صراحة، كل شيء موجود. كذا نقول له كذا انتهى الشرح. طبعا هذه هي التوزيع، شفناها مع بعض، توزيعة بسيطة وسهلة ورائعة، وأيضا توزيعة ثقة، يعني هي توزيعة من فيدورا، أيضا توزيعة تحتوي على مجموعة كبيرة وضخمة من الأدوات والتطبيقات اللي تساعدك في أداء عملك على أكمل وجه. كذا نقول لكم في أمان الله ومع السلامة، وسامحونا إذا طولنا في الموضوع.